متزعلش نفسك، انت لسه صغير وياما هتقابل حاجات كتير قوي. وبعدين بقى الراجل القوي بجد هو اللي يعرف غلطته، يعرف غلطته ويعترف بيها قدام نفسه وقدام كل الناس، وما يغلطش نفس الغلطة مرة تانية. الظاهر ان انا الوحيد اللي مش المفروض اعيش هنا يا سامي بيه. انا اسف جدا، انا لازم امشي، ما ينفعش حشرة زيي تعيش في وسط بستان الزهور. ليه مش تروح فين يا ابني انت؟ انت اتجننت؟ هرجع تاني لواقع المعلم مرسوم. مش معنى كده انكم مش هتخرجوا من هنا وتواجهوا الناس، بالعكس انتوا هتخرجوا وكل الناس هتعرف ان حياتكم اتغيرت وانكم بقيتوا منهم، وصدقوني الدنيا كلها هتنور في وشكم ما دام ما بتعملوش حاجه غلط. صح اللي انا بقوله ولا لا؟ يا ابني يا ابني اتكلم بقى، هتفضل مبوز كده على طول؟ طب قول لي انت زعلان مننا ولا من الماضي؟ الماضي يا استاذ. الماضي ده خلاص احنا نسيناه وخسرناه، وانت كمان لازم تنساه خالص. هقول لك، اعتبر الماضي ده كانه كان صاحب وحش قوي بالنسبه لك، ولما اكتشفته بعدت عنه ما عدتش تكلمه. ايه رايك؟ عندك حق يا استاذ. طيب ما دام عندي حق بقى، يبقى تعهدني عهد رجاله كده ان كل اللي حصل ده انتهى، نسيته من حياتك، وان الغلط اللي غلطته ده ما يتكررش تاني، واي موقف تواجهه بعد كده تواجهه بشجاعه. قد العهد؟ قد يا استاذ. وعهدك جدع. حيث كده بقى، يلا بينا ننزل دلوقتي ونعلن للكل ان خلاص امبارح انتهى، نفكر في بكره وبس. يلا بينا يا استاذ. برافو يا ابله، برافو. انتوا اللي برافو عليكم، والحمد لله ان تدريباتي جابت نتيجه. وانا كمان سعيد بيكم جدا. خلاص اتفقنا مع نادر ان احنا ننسى كل حاجه ونبدا من جديد. اكيد مفيش اي حاجه حصلت. النهارده اخدكم دلوقتي ونروح نتغدى في اي مكان انتوا تختاروه. يلا اتفضلوا دلوقتي. يا ريت تكوني فكرت في الكلام اللي قلته لك. عارفه يا بنت عايشه، انا خايف على الست هانم دي، لا مخها يلسع. انت بتخرب بتقول ايه يا راجل انت؟ تف من بقك، ده الست سماع عقلها يوزن بالها. يا سلام، واللي بتعمله ده كلام ناس عاقلين؟ وهي بتعمل ايه يا راجل انت؟ هي عشان يا اخويا ما بتعطف على عيال الغلابه في الشوارع وعايزه تعمل منهم ناس كويسين تبقى اتجننت؟ مش القصد يا بنت هبله انت، ما ياما ناس كتير بتعطف على الناس الغلابه، بس اللي بتعمله ده بعيد عن العطف خالص، دي بتعتبرهم اهلها. هي حره يا اخويا. هي حره؟ يعني اتبهزق فلوسها؟ وانت مالك انت يا راجل انت يا نهار اسود، انت مالك؟ هو انت كنت واصي عليها ولا واصي عليها؟ عارفه يا بنت عايشه، انا نفسي اتكلم. ولا تفتح بقك بكلمه واحده، فاهم؟ دول خلاص يا اخويا بقوا كل دنيتها. وبعدين تعالى هنا قول لي، هي دلوقتي مش احسن من لما كانت يا عيني تقفل اوضتها على نفسها وتغيب عن الدنيا؟ دول مالوا عليها دنيتها ورجعوا لها ابتسامتها اللي اختفت تحت دموعها اللي ما بتخلصش. مش عارف يا عيشه اقول لك ايه. خلاص يا سيدي، مش ناقص غير فستان الفرح وبدلة سعادتك. فستان الفرح وبدلة سعادتي فلوسهم جاهزين، بس الأستاذ فادي يصرفها لي. طب ما تصرف يا أمجد، مستني إيه؟ إزاي يا حرامنا المصوم مستقبلا؟ ما كل ده متوقف على سعادتك. ليه بقى؟ هو أنا اللي هجيب لك حقك لغاية عندك؟ لا مش أنت اللي هتجيبي الحق، بس أنت اللي بإيديك يعني تقربي الحق ده. أنا؟ إزاي؟ هتتوسطي لي عند صاحبتك تسمح لي بعمل التحقيق وتقديمه. أنت عارف كويس قوي إنها مش عايزة دلوقتي. أمال إمتى؟ لما جورنان تاني ينشر الموضوع والاستاذ فادي يبهدلني. طب خلاص سيبني انا هدبر لك الموضوع. طيب يبقى قدامنا سنه بقى. ولا سنه ولا حاجه يا امجد، كلها 24 ساعه وكل شيء ان شاء الله هيبقى محلول، وبحيله بمنتهى الذكاء والعبقريه كمان. بس انت اجهز. طب وحياتك، عندي انا جاهز من 6 شهور، بس هي اللي مأجلاني. خلاص خليك على تليفون مني. ها ايه راي حضرتك؟ يعني انت مصمم تتعلم كاراتيه مش موسيقى؟ اصلي بحب الكاراتيه. يعني بتكره الموسيقى؟ لا خالص، انا ما قلتش اني بكره الموسيقى، بس يعني مش عايزه اتعلمها. خلاص اوكي، من بكره هجيب لك اكبر مدرب كاراتيه في مصر. بجد والنبي؟ سوري سوري، مبسوط بقى، قصدي يعني بكره ان شاء الله. ومش كده وبس، انا هخليه يشترك لك في اكبر نادي، ولو بقيت كويس هخليه يدخلك مسابقات.
انا مش عارف اقول لحضرتك ايه ولا ايه. انا مش عايزاك تقولي حاجه، انا عايزاك بس توعدني انك تعمل اللي عليك وما تستغلش الكاراتيه غلط، ما تتخانقش بقى وتاذي الناس. لا ان شاء الله اوعد حضرتك اني ما اذيش حد. خلاص كده يبقى اتفقنا. طيب بعد اذن حضرتك. اتفضل. ان شاء الله ان شاء الله هيبيض وش حضرتك. جان ولا فاندام اضرب واكسر ولا حدش يقدر يبص لي بنص عين والناس كلها تمشي في الشارع تقول نادر اهو. لا الكابتن نادر اهو، الكابتن نادر اهو، الكابتن نادر اهو. ايه يا سهى انت مش هتقولي لي مبروك ولا ايه؟ ما تتمنيليش ان ابقى بطل كبير. انا اتمنى لك تحقق كل اللي انت بتحلم بيه. ايه اللي زعلها مني كده؟ اللي مزعلها واحد مخه تخين وما بيفهمش. مين ده امل؟ انا اعرفه. واحد كسر قلبها مش عايز يفهم انها بتحبه. تحبه؟ عماله تلمح له وترمي عليه هو مخه تخين كده ومتنح. مين ده يا امل؟ انا اعرفه. بص في المرايه وانت تشوف. اوف ايه الغباء ده؟ انت يا ابني انت. ايه الغباء ده؟ وانت يا ابني انت مخ تخين. ده انا بتحبني انا سهى، بحبك يا سهى. سهى انا خلاص يا سهى فهمت. فهمت ايه؟ فهمت اللي كنت خايفه اصدقه لما يطلعش حقيقه واعذب نفسي. تعذب نفسك؟ تعذب نفسك ليه؟ علشان انا كمان. انت كمان ايه؟ ما انا عرفت ان انت هتتعلم الكاراتيه. وهخلي استاذ سامي يوظفني واشتغل ليل نهار علشان. علشان ايه؟ علشان ما تنطق يا ابو الهول. علشان يبقى معايا فلوس واجيب بيت ونتجوز. نتجوز؟ ومين قالك بقى ان انا هوافق؟ ايه الغلاسه دي؟ غلاسه؟ ده انا بموت فيك يا ابو مخ تخين. ما احنا قلنا افهموها بقى يا عالم. منى، منمن، منى انت رحتي فين؟ نعم يا ابله. انت مش مركزه معايا خالص، بتفكري في ايه؟ لا ابدا انا مع حضرتك اهو. معايا انا برضو ولا معايا؟ مع مين؟ شطا. هو حضرتك عارفه؟ انت ناسي ان انا عشت في وسطكم واعرف كل حاجه عنكم؟ وبعدين صاحبتك كملت لي الحدوته. سهى طبعا. بس ما قالتليش انتوا وصلتوا لحد فين؟ لحد ما المعلم مرزوق قال للمعلم عطوه اديني وقت عشان افكر وانا تحت امرك. طب خلاص الوقت ده ملوش لزوم، لان المعلم مرزوق ده مش موجود في حياتنا خلاص. طب هو فين شطا؟ موجود، انا هبعت اجيبه واتكلم معاه. حضرتك بتتكلمي بجد؟ طبعا بتكلم بجد، بس المهم اطمن انه بيحبك وان هو ده الانسان اللي يقدر يساعدك. ربنا يخليكي ليا يا ابله ويرزقك بابن الحلال اللي يستاهلك ويديك يا رب كل اللي بتتمنيه. خلاص من بكره اتعلم كاراتيه زي الهالي ما قالت لي. يا ده كان حلم عمرك من زمان قوي. ايوه يا عم ماشيه معاك، بس حلمك علينا بقى، اوعى تفتري بعد ما تتعلم اللعبه. ازاي؟ ده رياضه اخلاق قبل ما تبقى رياضه. دي ايه الاخلاق اللي حاطت عليك مره واحده دي؟ يا اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ ها؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ ها؟ اسمك نادر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في حاجه يا اخينا؟ هو السيد المبجل المحترم الاستاذ العطوف، العطوف جدا، يا ما عطف عليا، الله يعمر بيته.
ما تعرفش هو راح فين؟ ده سافر بعيد، بيقولوا اوروبا. اوروبا؟ طب ما مصر احلى من اوروبا، انت عامل ايه؟ ما تعرفش هيرجع امتى؟ هو تحقيق ولا تحقيق يا جدع انت؟ ابدا يا عسل، انت عسل ولا ايه؟ انت امك كانت نحله؟ بقول لك ايه، هو يرجع امتى؟ علمك مش عارف هيرجع امتى. ما لازم نعرف هيرجع امتى علشان نفرح، نفرح بعودته. الراجل العطوف الله يعمر بيته، ربنا يرجعه بالسلامة. صدق أنا نفسي أشوفه لما يجي علشان أغنيله بالبيانولا. هنغنيله ونقوله حمد الله عالسلامة يا جاي من السفر ترالالا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عايز تتجوز سوى خبط لزق كده؟ لا يا استاذ، على سنة الله ورسوله. وبعدين انا يعني لسه هكون نفسي واجيب شقة واملاها عفش وبقدر على فتح البيت. شايف يعني انك صغير شوية على حكاية الجواز دي يا نادر؟ يا استاذ سامي، يا استاذ سامي، انا عايز انجل سوها من ابوها. اهي برضه لما تبقى في عزمتي لحد هيقدر يهوب ناحيتها ولا يقول لها حاجة ما ترضاهاش. والمثل بيقول لك ضل راجل ولا ضل حيطة. وبعدين يا استاذ سامي يعني لسه يعني على ما اجيب شقة واجهزها واملى الدنيا عفش. المهم يا استاذ سامي، هتشوف لي شغلانة ولا لا؟ حاضر يا نادر، هشغلك وهقف جنبك في كل خطوة عشان تتجوز وتفتح بيت. ربنا يخليك ليا يا أستاذ، عقبال أولادك. نفسي أصرخ وأظهر بوشي الحقيقي وأقول لك أنا عابر، أنا عابر يا سماح. لكن بعد ما أقول لك إيه اللي ممكن يحصل؟ ليه أهد أملك في الدنيا وأصحي اللي اندفن في قلبك بظهوري تاني في حياتك؟ ليه وانا انسان محكوم عليه بالاعدام، انسان ميت ملوش غير انه يعيش في الضلمه او تحت قناع؟ لا، خليكي بعيد يا سماح، خليكي بعيد، وكفايه اني اشوفك فرحانه وعايشه حياتك متنيه. ربنا يسعدك يا سماح، ربنا يسعدك يا حياتي. انت بقيتي جزء من حياتي يا سماح، انت بقيتي حياتي كلها. تقبلي تتجوزيني يا سماح؟ انما لا مؤاخذه ما قلتليش يا فندم. اتفضل. عند الست اياها الهانم اللي ضحكت عليا. اديتها كده لا مؤاخذه من غير ما تدفع شهريه؟ شريت يا راجل، يا راجل فوق. البت كبرت وبقت لابسه دلوقتي الايشي والشفتيشي. ايه لابسه الايشي والشفتيشي؟ ما تفتكرش ابوها حتى بصديري؟ صديري ايه؟ فوق يا راجل، البنت كبرت خلاص. اسمع، مفيش حد هناك هيحافظ عليها، يا تلحقها يا ما تلحقهاش. ايه؟ ملحقهاش؟ لا بقى، ده انا طربة البيت على اللي فيه واجيب عليها وطيها. قول لي فين الست دي، شاور عليها ومالكش دعوة. انا هوديك لحدها هناك وانت اللي تتكلم. انت ابوها وهي بنتك. سنة، استنى، رايح فين؟ ايوه يا عم عليوة، انا اصلي معايا ست العميدة. يا خبر، اهلا ست العميدة. اهلا اهلا يا عم عليوة. ادي الست هانم خبر. بس استنى بس يا عم عليوة، انا اصلي عايزة اعمل لسماح مفاجأة، عشان كده هنزل انا الاول امهد لها بعد اذن سياده العميده طبعا، وبعد كده اديكوا خبر. اتفضلي اتفضلي يا دينار. اهلا سياده العميده. اهلا بيك يا عم عليوة. خلاص متفقين؟ متفقين. الحياه ايه؟ تفاؤل. وايه كمان؟ وامل. برافو عليكم. نعم. يا حبيبتي ده معنى اسمك، احنا مش بننادي عليك. مساء الخير. مساء النور. سمسم عاملة ايه؟ وحشتيني. انتي كمان، بقالك كام يوم لا بتتكلمي ولا بتيجي. ما انتي عارفة بقى الجهاز والفرح واللازم منه. المهم حددتوا الميعاد؟ ان شاء الله ان شاء الله 10 ايام من دلوقتي. بجد الف مبروك. الله يبارك فيكي. عقبالك يا حبيبتي. الف مبروك يا ابله دينار. الله يبارك فيكي.
مبروك يا أبلة، ادعي لي كده ربنا يعدلها لي من دلوقتي. يا عفريت انت، امال فين كارت الدعوة؟ انا اوعدك يا سمسمة ان اول كارت هيطلع هيبقى ليكي انت والاستاذ سامي. ليه انا كارت وليه هو كارت؟ لا بقى معلش، انتوا الاثنين كارت، انا هين عليا تبقوا انتوا الاثنين لقب واحد. طب خلاص خلاص، مش قدام الوليد خلاص. طب خلاص، المهم بقى ما تنسينيش المفاجاه اللي انا عاملاها لك. مفاجاه ايه دي؟ اتفضلي يا سياده الدكتوره. كده يا سماح ما تعزميناش عندك؟ مش ممكن دكتور علا مره واحده؟ اهلا يا حبيبتي، ما عزمتيناش، قلنا نيجي نزورك بنفسنا ونتفرج على التجربه الرائعه بتاعه اطفال الشوارع. اهم يا دكتور قدام حضرتك اهم. معقوله؟ المهم يكون الجوهر زي الظاهر. لو سمحت يا ولاد اطلعوا انتوا دلوقتي على الكمبيوتر وانا جايه لكم. ايه ده وكمان كمبيوتر؟ امال ايه يا دكتوره، كمبيوتر وانجليزي ومزيكا وكل حاجه. يا سلام عليكي يا دينار، بتحبي دايما تحرقي لي اي مفاجاه. والمفاجاه الكبيره بقى ان خلاص التجربه لازم تعلن ومفيش تراجع كده من غير استئذان. ما هو بصراحه يا سمسمه بقى التجربه ما نقدرش نستنى عليها اكتر من كده. صوري يا امجد. اوكي. طيب يا دينار، هيبقى ليه معاكي حساب بعدين. اتفضلوا الاول ترتاحوا وبعدين اشرح لكم التجربه. اتفضلي. اوكي. ما فكرتش ابدا ان ابله سماح تكون بتعاملنا كده علشان تتفرج علينا الناس. ما احنا قروب جايين الجبلايه للي يتفرج علينا ويسقف. احنا ما نستاهلش الا كده، احنا مش بني ادمين ولا حتى ولاد بني ادمين. احنا حيالنا تربيه شوارع، بقينا عجبه لما لبسنا هدمه نظيفه واتكلمنا بشكل كويس زي القرد بالظبط اللي لبسوه سدير ونايموه على سرير عشان يفسد الهوانم والبهوات لما يطلبوا منه في اي وقت. يا جماعه قبل سماح دي طيبه خالص. طيبه اه، دي ما نقدرش ننكرها، لكن هي ما بتصرفش علينا وبتعلمنا كده لله. هي بتعمل كده بس علشان تتباهى قدام الكل وتقول شفت انا عملت ايه. يا جماعه اتكلموا بهدوه شويه، ما تاخدوش على خاطركم منها كده بسرعه. والله انا احتار خلاص، ما بقتش عارفه الكلام ده صح ولا غلط. حدوته، استنى يا بنت حدوته. يلا ابعد عني، عاوز ايه مني يا بنت؟ انت مش هتبطلي الدايم مهبب اللي فيه كده؟ يلا تعالى ارجعي معايا. لا انا هروح العب في الجنينه. طب تعالي يا حبيبتي وفوق نلعب سوا. يلا. لا انا عاوزه اروح العب لوحدي. يوه يلا يا حبيبتي تعالي. ابعد انت ودي بيت يا باي. اطلع يلا. حتى لو افترضنا ان الكلام ده حقيقي ولحقنا معايا تتفرج علينا الخلق زي ما بتقول، طب ما احنا الكسبانين برضو يا اخوانا. خش يلا بنت حدوته. ايه يلا راني في ايه؟ كانت عايزه تروح تخبص للست هانم زي ما كانت بتعمل عند المعلم. لو حد مد ايده عليا هصرخ وانده لقبله سماح، اقول لها ان انتوا عايزين تضربوني تيجي تنجني هي وضيوفها. حلو قوي يا ابله سماح دي يا حدوته. ايه حدوته دي؟ انا اسمي امل، محدش يقول لي يا حدوته. طب اتفضلي بقى غوري من وشي وترزعي في اي حته، لفلك على وشك قبل ما اخرسك. هي عافيه؟ يوه كفايه بقى يا امل، خلونا نفكر هنعمل ايه. يا اخوانا حرام عليكم بقى، انتوا ايه؟ عايزين تضيعوا فرصه العمر من بين ايدينا؟ بقى بعد ما نضفنا ولبسنا وكلنا لقمه نظيفه، عايزين تطلعونا من النعيم ده كله عشان حته سبب تافه زي اللي بتقولوه ده؟ تافه بالنسبه لك انت يا انتكه. كل بني ادم حسب احاسيسه واللي يقدر يتحمله. بقول لك ايه يا بنت انت، انا ما اسميش انتكه. لا اسمك انتكه، ياسمين ده اسم القرده ابو سدير، لكن القرده بس اسمها انتكه، وانا قدامكم اهو هلع السديري وهبقى القرد بس. انا القرد بس. انا حاسه يا دكتور ان كان بدري قوي على اعلان التجربه. بدري ايه يا سموح؟ ده انا ناويه احدد لك ميعاد علشان تقدمي البحث بتاعك، ولا انت عايزه تفضلي كده؟ لا بالعكس، انا بس كنت عايزه اخلص الرساله الانسانيه الاول وبعدين اتفرغ للرساله العلميه. شوف يا سموح، هما الاثنين مهمين. الله، جرى ايه يا جماعه؟ احنا مش هنقوم نبدا جولتنا ولا ايه؟ هو ده اللي انا عايزه بالظبط يا دكتور، بس ارجوكي بقى كل حاجه تبقى بالشرح والتفصيل. جاهز يا زينب؟ اجهز يا عفو. جاهز بالتسجيل والورق. وانا كمان جاهزه. طب يلا يا جماعه مستنيين ايه؟ اتفضل. انا كنت مخليهم جنبي تحت بس عشان يحسوا بالاستقلاليه نقلتهم لوحدهم فوق. بس ارجوكم بليز يا دكتور ما تضغطوش عليهم بالاسئله عن حياتهم قبل كده. يا استاذه ده تخصصنا احنا. انا بس بتكلم من الناحيه الانسانيه يا دكتور عشان ما يتحرجوش يعني.
بتهيألي سماح عندها حق يا دكتور رفقي. وانا بقيت ست العميدة. خلاص يبقى نشوف مرحلة التحول على الطبيعي. حاضر يا دكتور، اتفضل. يلا. ايه ده؟ مش ممكن. مش دول اللي شفناهم تحت؟ ايه اللي عملتوه في نفسكوا ده؟ ستين ليه بتتكلم يا نادر؟ اسمي كده نادر ده، انا خلاص مليت منه. انت بتخرف تقول ايه؟ انا ما بخرفش، وتمثيليه بقى وقلبة مخ مش عايزين. خلاص خرجنا منها وردنا لاصلنا. مش ممكن. اتكلمي يا منى. ما اسمهاش منى، اسمها رماد. وادي بقى اسمها سهى، وادي انتاك، وادي الذوق، وادي الرايق، وادي حدوته، وقلبة مخ بقى خلاص مش عايزين. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ الشوارع والارصفه اجمل من ريش النعاب، على الاقل حافظين كرامتنا فيها. والعالم مش بالعافيه، ومش عشان يعني عاوزه تعملي علينا دراسه تقومي تخلينا نعمل اللي انت عاوزاه. ايه الكلام اللي بسمعه ده؟ الكلام ده مش مظبوط. يا خساره، كان نفسي تطلعي الصوره اللي انا رسمها لك في خيالي، بس للاسف طلعتي زي اي حد عرفناه قبل كده. صدقيني انا مش كده خالص والله. والفرجه دي كلها ايه؟ والله مش بايدي، هما اللي جم فجاه. بقول لك ايه، كفايه بقى واطلعي من نفخنا. شبعنا مرمطه وضحكه على العقول وضحكه على الدقون. خلينا بقى نعيش على طبيعتنا من غير زواق وكده. ايه الكلام ده؟ صدقوني انتوا عندي اغلى من اي حاجه تانيه. اهدي يا سماح اهدي، دي اكيد مؤامره جدك. انتوا مين اللي مسلطكوا عليها؟ انت كنت شايفه يا دينار كانوا بيحبوني ازاي؟ انا مش عارفه ايه اللي بيحصل ده. اهدي بس يا سماح، انا عارفه كل اللي بتقوليه كنت شاهده عليه. يا جماعه انا مش قادره اصدق، انا شخصيا كنت متابعهم بنفسي، دول كانوا في منتهى الاخلاق. خلاص يا استاذه المساله بسيطه. بسيطه ازاي يا دكتور؟ دول بيهدوا كل اللي عملته. بس ما تتضايقيش، احتمال تكون مؤامره زي ما بتقول الانسه دينار. انت درستي ايه يا شاطره؟ ولا حاجه، شويه رغي كده دخلوا من الودن اليمين خرجوا من الشمال. وانت هنا بتعمل ايه؟ جايه صيف يا حلاوه. بقول لك يا ست انتي قلبت مخ مش عايزين. يلا يلا انت وهو وهي، الشوارع اجدع واحن بكتير. لا محدش منكم يتحرك من هنا. انا اسفه يا سماحه اللي بيحصل ده. صدقيني يا دكتور مش هي دي الحقيقه. احنا كده اتناقشنا في الحكايه دي كتير، احنا نروح الكليه ونتناقش في الموضوع ده هناك. فعلا يا دكتوره اللي حصل ده اكيد في حاجه غلط. لو سمحتي قبل كفايه تصوير واتفضل بقى. اوكي انا اسف انا اسف. حاضر. دول مش وحوش ومش هيفترسوني، انا اكتر واحده عايشه معاهم وعارفاهم كويس قوي. اللي هتجنن واعرفهم انتوا عملتوا كده ليه؟ انا عملت فيكم ايه؟ يا ست هاني يا ست هانم، احنا مش قرود عشان تدربينا وبعد كده تفرجي علينا الناس. ولا فرام بتجربي فيهم علشان تفتخري بيهم قدام الدكاتره بتوعك. ده احنا مهما كنا بني ادمين يا ست هانم. عندكم حق. هقول لكم ايه؟ بس اللي حصل ده والله مش ذنبي. كفايه بقى، مش عايزين تبرير. ومتشكرين على الايام الحلوه اللي قضيناها معاكي. وعلى كل كلمه حلوه قلتها لنا. وعلى احلامنا اللي اتمنينا تحققها لنا على ايديكي. وعلى الهدوم النظيفة المكوية شيك، وعلى الفسح والعلام. ما هو برضو زي ما بيقولوا العلم نور، واحنا اتنورنا كتير، وبنقول لك برضو متشكرين عليه. كان نفسي يابا، لكن يا خسارة ما اقدرش اكون معاكي لوحدي. الف شكر يا ست هانم على الاستضافة. وبعدين ما تزعليش، هتلاقي غيرنا كتير ياما، الشوارع مليانة، بس بإداري عليهم انك بتعملي تجارب علشان علامك. يلا يا ولاد. يلا بينا. على فين؟ هنرد على الحته ولا مره؟ خن المعلم مرزوق. يا نهار ابيض، انت اتجننت الكتف؟ يا ستي لغايه ما نرسى ونعرف راسنا من رجلينا. ايه يا ولاد؟ مالكم واقفين كده؟ ايه ده؟
ومالكم مبهدلين كده؟ بقول لك ايه يا جدعان، اختفي من وشي احسن وعهد الله اصفي لك كرشك. وانا كمان اشرط لك وش. الله 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 الله، ما كنت عارف ايه اللي خيبكم كده. استنى انت وهي. بس يا دينار، زي ما انت شايفه كده دول عيال صعب التعامل معاهم، وممكن ممكن ايه يا امجد؟ معقول هنسيبهم يبهدلوا في الست اللي احسنت اليهم بالشكل ده ويحرجوها قدام الست العميده وكيله المعهد؟ ده شيء في منتهى البشاعه. انتوا ايه، مفيش عندكم ضمير او حتى قلب يحس؟ يلا يا جدعان قبل ما ارتكب في الولايه دي جنايه. يقصد ايه بجنايه دي؟ مش انا قايل لك ان دول عيال متشردين؟ وقصده يعني ان انت لو ما سكتيش هرتكب فيك جنايه. جنايه يعني هي فوضى؟ مهما كان دول ولاد شوارع وتربيه رصفه. انا هوريك تربيه. لا يا دينار، ما ينفعش، انا ارفض التصور ده عن الاولاد. هو ده اللي حصل فعلا وملوش اي تفسير تاني. قول لك ايه بس، انت عملتي كده ليه؟ ازاي تعملي كده في عدم وجودي؟ المفروض كنت قلتي لي تتفقي معايا انك هتجيبي اعضاء هيئه التدريس بتوع الكليه. بصراحه يا استاذ سامي الغلطه دي من عندي انا، انا اللي كان قصدي اعملها لها مفاجاه، ما توقعتش ابدا انها هتيجي بالنتيجه العكسيه دي. اقول يا دينار، معقوله يبقى تفكيرك بالشكل السطحي ده؟ غصب عني. المهم دلوقتي احنا لازم نلحقها، دي قافله تليفونها وما بتردش على حد، وانا بصراحه خايفه عليها لا تدخل تاني في حاله الاكتئاب تاني. ده انا ما صدقت انها رجعت طبيعيه واستجابت للحياه مره تانيه، جيت انت قلبت الدنيا كلها. اقسم بالله يا عرفه، اللي حصل ده لو اتنشر منه كلمه ما هعرفك طول عمري. طب هتقول ايه للاستاذ فادي؟ اخترع له اي حاجه، لكن اللي حصل ده ما يتنشرش منه كلمه. ليه بقى يا استاذ امجد؟ يعني ما يستحقش النشر يا استاذ. يا سلام، ما يستحقش النشر، انت فاكرني نايم على وداني يا استاذ؟ ده يستحق ويستحق كمان. هو حضرتك عرفت منين يا استاذ فادي؟ ده انا حتى ما قابلتش حضرتك لحد دلوقتي، وكده ممكن. ايوه ممكن تشكوا في بعض، لكن الموضوع بمنتهى البساطه. الدكتور رفقي كان معايا على التليفون من شويه وحكالي على المسخره اللي حصلت، ودي يا استاذ خبطه صحفيه ما نسيبهاش ابدا. ما ينفعش يا استاذ. يعني ايه ما ينفعش؟ لان سعادتك اللي حصل ده مش حقيقي، ولو اتنشر في اساءه لسماح. انا ماليش دعوه بسماح ولا بالاساءه لسماح، انا قلت لك يا استاذ ده موضوع صحفي ومهم جدا. انا اسف يا استاذ فادي. يعني ايه يا استاذ؟ يعني لو سعادتك مصمم تنشر الموضوع يبقى مفيش ولا صوره من عندي هتطلع. الله 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 الله، انت بتتحداني يا امجد؟ لا يا استاذ مش بتحدى سعادتك، لكن ده مبدئي واعتقد ان ده من حقي. عظيم، خلاص، وانا كمان من حقي اني اوقفك عن العمل واحولك لتحقيق. اللي تشوفه سعادتك. يعني مصمم يا امجد؟ مش كده يا امجد. ارجوك يا عرفه، ده موقفي وانا متمسك بيه. خلاص يا استاذ، من دلوقتي اعتبر نفسك موقوف عن العمل ومتحول للتحقيق. انت ليه بتعمل كده؟ ده مبدا يا عرفه، والعمل لما يتعارض مع مبادئي يبقى مبادئي يا اهم. انت السبب. انا؟ ايوه، لان الولاد دول مش وحشين ولا جواهم شر، بالعكس دول حساسين جدا، حسوا ان انا بعمل عليهم تجارب عشان اعرضها على اساتذه ودكاتره، افتكروا ان انا باكلهم واعلمهم وانضفهم بس عشان بحسب يتقدم، ولما انجح انا هسيبهم وارميهم تاني للشارع. يا سماح انا عشان كده رفضوا، كرامتهم ما سمحتش بالاهانه، لانهم في الاول وفي الاخر بني ادمين. ما هم كانوا كده كده لازم هيتواجهوا بالحقيقه دي في يوم من الايام، يعني انا ما عملتش اي حاجه يخليهم يعملوا رد الفعل ده. برضه يا دينار، كان المفروض نهيئ الولاد نفسيا ان في ناس جايه تزورهم وتتكلم معاهم عشان ما يجيلهمش صدمه، وبعدين يفكروا في اتجاهات احنا مش عايزينها. بس انا كنت تقولي لي بس يا دينار، تقولي لي وانا هظبط كل حاجه. الحياه مش ماشيه بشكل عشوائي كده، مش كل حاجه ضحك وهزار. اديكي شفت ايه اللي حصل. انا اسفه قوي يا سماح، بس والله العظيم والله العظيم انا ما كنت اقصد. دينار استني بس. استني بس، استني يا دينار. معقولة؟ معقولة تمشي وانت في الحالة دي؟ معلش يا أستاذ سامي، أنا استحق كل اللي بيجرالي، أنا السبب في ده كله. ما تبقيش عبيطة، سماح دلوقتي مش في حالتها الطبيعية، سماح عندها صدمة شديدة جدا. أنت عارفة معناها إيه إن الولاد يسيبوها ويمشوا؟ دول بقى كل حياتها.
صدقيني سماح دلوقتي فقدت توازنها تماما. يا دينار يا دينار ارجوك عشان خاطري لازم نقف جنبها عشان تعدي المحنه دي، على الاقل كمان نرجع لها الاولاد دول. اوكي يا استاذ سامي، علشان اللي بيني وبين سماح عشره عمر، ومهما حصل مهما حصل بيني وبينها مش هيضيع. بس انا والله العظيم والله العظيم ما كان قصدي. عارف عارف ان قصدك خير وكلنا قصدنا خير، لكن هنعمل ايه؟ الخير اتولد منه الشر، هنعمل ايه بس؟ معلش اهدي كده وروقي، وانا بكره اعدي عليكي ونجي لها عشان نحل الموضوع ده. اوكي اوكي يا استاذ سامي عن اذنك. اتفضلي. ما هو المعلم هجر المكان وكتب من هنا عشان الحكومه بتدور عليه. يعني احنا يعني هنقعد فيه ازاي ده؟ انا خايفه قوي يا كتف. وبعدين معاكي يا سهى، هو انا مش راجل ومش هقدر احميكي ولا ايه؟ لا بس انا عايزه امشي من هنا. ايه يا سهى؟ راجع لها تاني؟ لا انا قصدي يعني ان انا عايزه اخرج من هنا. هما ساعتين هنستحملهم لغايه النهار ما يطلع علينا. يوه انا جعانه قوي. يا نهار اسود يا بنت انت مفجوعه ما بتشبعيش ابدا. يوه يا جماعه بقى كل واحد ينام في حته، انا شخصيا هنام على السلم. تحلم ولا ايه؟ اسكت، شفتهم معايا في البيت، اتهيألي انهم جايين في صور العفاريت في شكل ولادي، افتكرتهم هما، ما تعرفش هما راحوا فين. لا حول ولا قوة الا بالله، ربنا يشفي. ايه ده؟ معقولة؟ الراجل يظهر مجنون. طبعا، انا لك جنيت قال. يا ولاد مرزوق، انتوا رحتوا فين يا عيال؟ لا 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 لا، بحلم، اتجننت. الكلام ده لا، ده ناخد معايا بكره المعلم مرسي ونروح للست هانم واتاكد اذا كان ده حلم ولا حلم. اوعى يا امجد. من غير ما تقول يا استاذ سامي. ده تحول للتحقيق وتوقف عن العمل عشان رفض يسلم اي صور خاصه بالموضوع ده. معقوله؟ ليه كده بس عارف؟ مش جاي يطلب منك ما تنشرش. امجد انا متشكر قوي على موقف النبيل ده، يا ريت ما تتضايقش من سماح، يا ريت كمان تحاول تهدي دينار وتراضيها لان سماح اتعصبت عليها شويه. اعتبر ان مفيش حاجه حصلت يا استاذ سامي. سماح انا عارفها كويس، قلبها ابيض بتنفعل وبتصور وفي لحظه بتروح.